هارمين رحموش يا أصدقائكم فيديو جديد. اليوم يا أصدقائي اليوم يا أصدقائي هو فيديو الإيميل تبع نص الليل يوم الاثنين. هذا الإيميل يا أصدقائي بأخبار جديدة وقصة ما تكفت سالفة يا أصدقائي موجودة بالإيميل اللي عن هاي الدوامات اللون الأسود اللي أنا صورت لكم إياها. شوفوا هذيكي هاي صورت لكم عنها فيديو يا أصدقائي وإحنا ما كنا عارفين شنو هاي بالضبط وهل هي مجرد شكل طبيعي يعني شيء عادي أو لا فيها قصة. طلع يا أصدقائي شكلها فيها فت قصة راح تصير بالمستقبل تمام لأنهم ذاكرين في الإيميل. وهم يا أصدقائي من ضمن الأخبار تبع الإيميل إن يا أصدقائي تدرون شنو؟ تدرون يا أصدقائي إنه بيكيكس راح تنزل سيارة جديدة بشكل جديد ويتجنن صراحة كلش متحمسة للسيارة. هو هذا أحلى شيء عنده بالإيميل أصلاً. أوكي فيبي أصدقائي هسه طبعاً خلونا بعد نبدأ بالفيديو وحط لايكاتكم وشكر في القناة وخلونا نبدأ بالبداية يا أصدقائي. أريد لكم إنه تحديث زيرو جرافيتي حالياً راح يكون مستمر وأكيد لو تدخلون هسه على الإيفنت باس راح تلاحظون إنه صدق راح يبقى هنا عندكم يا أصدقائي لمدة 8 أيام و15 ساعة. لكن يا أصدقائي احتمال يكون أكثر من 8 أيام يعني ممكن بيكي يزود لكم يوم مثلا اكثر شيء ممكن يومين عرفت ايش قلت. فيب فشوفوا هنا بالبدايه اصدقائي هم بالايميل يقولون انه عود نكثف لعب اكثر لانه يا اصدقائي على مود يعني نقدر انه نقضي على ايش اسمه الفليكر وجلتش تمام. فشوفوا احنا حاليا هي هاي النقاط الموجوده فلذلك يا اصدقائي كنت تلعبون هواي حتى انه تقدرون تفوزون. وخلي اقول لكم بعد هسه بدايه الايميل شنو موجود. اول شيء كانت هي جوسب جيرل كاتبه قصه وهاي القصة يا أصدقائي خلي أقول لكم شنو بيها وانتوا بعد كتبوا بالتعليقات شو تتوقعون. طبعا هي القصة عن هاي الدوامات تعالوا نسولف بيها. بالبداية تقول يا أصدقائي جوسب جيرل إن هي كانت نايمة وفجأة يا أصدقائي سمعت صوت جدا عالي في مدينة بيكيكزي. أول شي يا أصدقائي طنشت الموضوع لكن بعدين يا أصدقائي لما طلعت وشافت شنو صاير في المدينة استغربت إنه فتشي اختفى اللي هي هاي الدوامات وحدة من عدهن اختفت ما كان اختفى. فلذلك يا أصدقائي تقول احتمال هذا جليتش وفليكر هما اللي طبوا فيها وبحيث هي اختفت لانه احد دخل الها عرفت شلون. فلذلك يا اصدقائي تقول انه هاي الدوامات فيها شيء غريب واختفت وحدة من عندهن فجأة فاكيد جليتش وفليكر محضرين فد شيء راح يصير في المدينة. فتقول يا اصدقائي جوسب جيرل انه احتمال اقصدي تسأل قصدي انه هي وين ودتهم هاي الدوامة وهم شو يسوون هناك. فلذلك يا اصدقائي في اشياء غريبة شكلها صدق راح نقدر انه بالمستقبل يوم الخميس مثلا يعني ولما ينزل تحديث ويتغير الاشياء في بي كي اكس زي راح نقدر انه ندخل هاي الدوامات ونفهم شنو بيها احتمال يا اصدقائي لانه هذا تقريبا اخر اسبوع للزيرو جرافيتي اتوقع انه هذا صدق اخر اسبوع بعد ويخلص التحديث. لكن يا اصدقائي راح يكون فد شيء كلش حلو لو صدق نقدر ندخل بهاي الدوامات لانه مستحيل تكون مجرد شكل يعني ما احسها مجرد شكل تمام. فلذلك يا اصدقائي هو هذا بالبدايه. فانتوا بعد كتبوا بالتعليقات انتوا شنو تتوقعون عن الموضوع تحسون انه راح نقدر انه في يوم ندخل فيها وتودينا جزيره مختلفه فيها اشياء مختلفه فيها فشيء انتم شنو تتخيلون كتبوا بعد بالتعليقات تمام. وهسه يا اصدقائي نبدي بالخبر الثاني. الخبر الثاني يا اصدقائي نفس ما قلت لكم انه عن الايميل هذا راح يكون في موضوع عن السيارات تمام. فحاليا اخر السيارات اللي نزلت في لعبه بيكيك زي هي هاي السياره وشوفوا هاي تبع الفريق الاخضر تمام. سرعتها رهيبه وهمات يعني بالتحميل ما السرعه ما تاخذ كوما. فلذلك يا اصدقائي كلش احب هاي السياره. والسيارات الثالثه اللي نزلت الثانيه هن كلهم بنفس الوقت نزلنا اللي هي مال الفريق الاحمر. شوفوا قاعد تلاحظون انه اكو فارق بالاشياء اللي تطلع. واخر وحدة طلعت ويانا اللي هي نزلت وين مال الفريق الازرق هاي شوفها هاي مال الفريق الازرق. صراحة اللون كلش مالتها عجبني فانتو كتبوا بالتعليقات شنو اكثر سيارات حبيتوها اللون الازرق او الاخضر او الاحمر شفتوا نذني تمام. فالخبر الجديد يا اصدقائي عن سياره اللي هي السياره الحاليه راح تكون احدث الموجوده حاليا في بيكي اكس زي راح تنزل ان شاء الله. كلش متحمسه صراحه تجنن اللي هي هاي السياره الناس بدها تشوفون هاي السياره يا اصدقائي تجنن. احس يا اصدقائي شكلها كلش جديد وحلو. هما تقول يا اصدقائي بيكي اكس زي هاي راح تقدر انه تخلي وياك حيوانك الاليف يعني شفتوا هاي من ورا مبينه بالصوره راح تقدرون تحطون حيوانكم الاليف. بنفس الوقت يا اصدقائي راح تساعدكم في جمع النقاط لفريقكم يعني ممكن تكون هاي اسرع من السيارات الحاليه. فلذلك يا اصدقائي راح تفيدكم بلعبه الاكزي ريس وتخليكم تفوزون. فانتوا بعد قولوا تعليقات رايكم بالسياره. وصراحه اكثر شيء عجبني بها اللون مالتها الاسود واللايتات يا اصدقائي عود لونها الاخضر يعني حرفيا تجنن. كلش حبيت شكل هاي السياره احسها هواي احلى من هذا الشكل. انا شفت هاي احسن وحده عندي
بس النوع ما عجبني، لكن هالمرة لا، أصلا سيارة كاملة تجنن. فإيش رأيكم بعد؟ قلوا بالتعليقات. طبعا قبل أكمل بالفيديو أكثر، أريد أقول لكم يا أصدقائي إنه نزلنا أنا حموشي فيديو جديد عن لعبة روبلوكس، وهذا الفيديو يا أصدقائي ما تتخيلون إيش قد كان حماسي، واحتمال نسوي فيه جزء ثاني ونلعبه مرة ثانية، اللي هو عبارة عن لو خيروك كانت أسئلة كلش غريبة حرفين يا أصدقائي، وأكو سؤال كلش دوخنا شنو نختار، فتروحوا شوفوا يا أصدقائي واستمتعوا ويانا واختاروا بقلبكم، يعني من تشوفون الأسئلة تختاروا ويانا، ونشوف يا أصدقائي إذا كانت خياراتنا كلها نفس الشيء أو لا مختلفة عنا أو إحنا غير شيء. تمام، فيبي اصدقائي روحوا استمتعوا بالفيديو، حطوا هم ما تاكلكم هاي، وراح يكون فيديو مثبت او تعليق. تمام، وتكتبون بالتعليقات تريدون نسوي جزء ثاني، لان بعد اكو اسئله ثانيه هم ما كانت موجوده بالفيديو، فصراحه كلش حابه الماب، فراح العب ان شاء الله مره ثانيه. اوكي هسه يا اصدقائي نكمل الايميل، وهسه هذا خبر السياره صراحه كلش حلو، ميزه تجنن انه فيها مكان حيوانات ويب. وهسه نبدا بالخبر الثاني. الخبر الثاني يا اصدقائي عن حيوان اليف راح ينزل جديد، وهو عباره عن روبوت لزيرو جرافيتي. فهذا الحيوان يا اصدقائي شكله كلش غريب وجديد، نفس ما تشوفون هنا يشبه الاي اي تقريبا. خل اراوكم الاي اي، فتتخيلون انا لحد الان ما اشتريت الحيوانات الموجودة، لحد الان ما اشتريتها ولازم اشتري هسه بهذا الفيديو. تحسون اكو شبه؟ اكو شبه صح لو لا؟ تحسون اكو شبه بالوجه مال هذا الحيوان وهذا الاي اي؟ فانتو بعد تكتبوا بالتعليقات رأيكم. طبعا يا اصدقائي هذا الحيوان راح يكون اسمه مبوت الجاذبية، فايش رأيكم شكله؟ الصراحة كلش غريب وحيوان كلش نادر. همات يا اصدقائي راح يكون في ميزة الركوب، لكن يا اصدقائي الميزة العادية شو؟ ولا مرة بكيكزي نزلت انه من اول ما تكبر الحيوان راح يصير في ميزة الركوب. هنا يا اصدقائي يعني تحتاجون تشترون 3 من هذا الحيوان تكبرون كلهن ليفل 5 وبعدين راح يصير في ميزه الركوب، هاي دائما اقول لكم اياها. لكن يا اصدقائي انا متاكده ان هذا الحيوان راح يكون بجواهر، انا متاكده من هالشيء. تمام، فما عليكم راح يكون يعني ما راح يكون مثلا يكون كوين، يعني ما راح يكون يا اصدقائي بشحن، راح يكون فقط بجواهر. طبعا يا اصدقائي بهذا الفيديو ما راح اقدر اني اشتري حيوانات، لانه يا اصدقائي الفيديو صار كلش طويل عليكم، وبس هو هذا كل شيء بالايميل، راح اشترككم وياها بفيديو ثاني. تمام، فبس هو هذا كل شيء بالفيديو، حطوا لايكاتكم واشتركوا في القناه، وبس باي باي.